السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يا شيخ، نعم ما هو التدبر؟ التدبر، تدبر التفاهم لكتاب الله سبحانه، تدبر القرآن تفهم معانيه. في آية أخذ يتدبرون القرآن، أيوة، يتفهمونه ويأخذون منه العبر ويفهمونه، يأخذون منه العبر، أيوة، ويفهمون معناه، يفهمون معناه، أيوة، ويقفون عند معانيه يفهمونها. مسألة الدعاء لا يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم.